ولله الحمد قد توضأ، ولكن الأسى على عياذا بالله من يسمع النداء تلو النداء، وربما كان جارا للمسجد معاثا في بدنه ثم يرزق ولا نعمة، يرزق كبرا في قلبه وتهاونا في بدنه فيمتنع أن يأتي المسجد، والله لا يصد عن بيته إلا من هو بعيد عنه. أما من كان الله عز وجل يحبه، من كان الله عز وجل يقربه، من كان الله عز وجل يريد له الخير، فإن الله عز وجل يبعثه حتى من مرقده من منامه، ويزين له الوضوء ويأتيه وهو فرح مغتبط به، ثم يعينه على أن تمضي خطواته إلى بيوت الله، ثم يعينه على الصلاة وعلى الخشوع والوقوف بين يديه،